أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. هذا نص في ضبط كلمة بصائر. يقول النص: بصائر بالدم ثلاثة فاعلمي، في فالقون أتقنا يغفر يا غلامي. ومعنى هذا البيت أن كلمة بصائر وردت بالضم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في ربع إن الله فالق، والموضع الثاني في حزب وإذ نتقنا، أما الموضع الثالث فقد وردت في ربع كل الذين آمنوا يغفروا، وهو ربع هذا هدى. تنبيه: التي وردت في ربع هذا هدى وردت بالحذف، أي بصائر محذوفة. والنص الذي يتكلم عن هذه بصائر محذوفة هو: كبائر بصائر الغفار محذوفة من صاد إلى الكوثار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلى وأعلم.